الورم الليفي مع الحمل شيء في منتهى الخطورة، دايما بتسأل عنه والستات دايما تقول لي أنا ممكن أحمل وأنا عندي ورم ليفي؟ أيوة أيوة، لو هو مش مؤثر على منطقة الزراعة بتاعت الجنين ولا إن حجم الجنين يكبر. لذلك في نوع من أنواع الدكاترة اللي بيشتغلوا عمليات تجارية اللي هي أي واحدة عندها ورم ليفي يشتغل عليها وخلاص، لأ مش أي ورم ليفي إن إحنا نعمله. لو هيأثر على الحقن المجهري، لو هيأثر إن إحنا مش هنقدر نزرع الجنين أو الجنين يتزرع عندها بشكل كبير. الأورام الليفية لما بتيجي مع الحمل الستات بتبقى عرضة للقيصريات أكتر، عرضة للإجهاض أكتر، عرضة للولادات المبكرة اللي بتبقى في السادس وفي السابع نتيجة إن الورم الليفي البيبي بيحاول يكبر الورم الليفي ما بيحسنش أو ما بيخليش النمو بتاعه ياخد النهاية بتاعته، بيخلي الجنين دوت إن هو يلفظ أو إن هو ينزل. وده شيء طبعا في منتهى الخطورة إن الست تبقى حامل وعندها ورم ليفي. هل دي انت بتصنفها حمل حرج؟ حسب الورم الليفي ده حجمه واشكاله وحسب هو موجود في اي منطقه ومؤثر على الدوره الدمويه اللي واصله للجنين ولا لا. اكم من الاورام، الورم الليفي ده بيبقى وحش بيتغذى على مجموعه من الدوره الدمويه، بيسحب دوره دمويه من الرحم. لو الدوره الدمويه فضلت تتسحب الدوره الدمويه اللي بتروح للجنين بتبقى اقل، ودي في منتهى الخطوره وبتخلي ان الجنين ده ممكن ما يكملش او الدوره الدمويه بتاعته